مرحبا. الام تي في بتطلق بالتعاون مع تي اف ام برنامج جديد اسمه تيلي شوبينج. رح يطل تيلي شوبينج كل يوم عليكم بمجموعه اغراض جديده ومتطوره ما بتلاقوها وين ما كان وبالاسواق اللبنانيه. الكواليتي تبع اغراضنا توب لانها جايه مباشره من فرنسا لترضي كل الاذواق. وهالاغراض اذا عجبتكم تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفه اضافيه، مع إمكانية الرد إذا هالبرودوي ما عجبكن أو ما ناسب ذوقكن. سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستلام من خلال الليبان بوست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على 81-218-ألف. الغرض اللي أنتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان. مين منا ما بيحب يكونوا تيابو أو مفروشاته أو حتى سجاداته نضاف ومرتبين؟ هلأ مع ديتاش إكسبرس مش ضروري أبداً يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي، أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهونيك. مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ، حتى البقع يلي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع ديتاش إكسبرس وما قالك إلا تجرب. فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد، كمان فينا نرشه لأنه بيجي معه مرشة هيك بيصير بخاخ أو سبراي. صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت، أكل، فطر، يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوسخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس. مثل ما اسمها بدل ديتاش، الديتاش بتشيل البقعة وبسرعة كتير كبيرة. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للموكيت، للتياب، للشراشيف، للسجاد، حتى لفرشة التخت، للكنبيات كمان، يعني شو ما بدكم. بالسيارة كمان إذا وسختوا السيارة فيكم ترشوا هالبرودوي المصنوع من فرنسا، هو الحل الوحيد، بيشيل البقعة وكمان بيبيض، حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الأشياء يلي بتبقى وعادة ما بتروح بسهولة. هلا ست البيت فيها تختار الطريقة اللي بتناسبها، إذا بدها تغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودوي مثل ما عم بتشوفوا على الشاشة، وبنترك هالقطعة أو بنترك الوسخ لثواني كتير قليلة وبتشوفوا النتيجة عن جد مثل السحر. حتى فينا نستعمله للقماش رقيق مثل الحرير أو القماش اللي كتير ديليكا. إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان مثل ما عم يبين قدامنا على الشاشة، ملقعة واحدة بس وكل الفوج بينضف. ديتاش إكسبرس بيحافظ على نضارة الألوان شو ما كان، أبيض، أسود، ملون، ما بتبوخ الألوان أبداً، حتى ما بيعمل حساسية على البشرة. الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقع. اتصلوا هلأ فينا على 81-218-ألف، اشتروا ديتاش إكسبرس بس ب 50 دولار وين ما كنتوا بلبنان، بيوصلكن دغري وب 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد الليبان بوست. اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس، إن شاء الله كل مرة بنحكي عن برودوي جديد من تيلي شوبينج بالتعاون مع التي أف آن. كل هالبرودويات عم نجيبها نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكن وترضي كل الأسواق. بيقولوا الشعر تاج المرأة والتاج بده اهتمام. كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتا نطلع من عند الكوافير، بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بصالونات الكوافير كل يوم في غدا أو عشاء بلبنان، تي تايم، برانش، تعرفوا المناسبات كتيرة عنا، والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبها ومظهرها الحلو. حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب. اليوم ومع فرشاية إنستايلر لنالك الحل. شو ما كانت نوعية شعرك، ليس، فريزي، منوبر، وقد ما كان طوله قصير، طويل، مثل شعري نص نص، إنستايلر إليك. نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي وقت، رح توفري مصاري، والنتيجة ذاتها مثل عند الكوافير. هلا يمكن يزعلوا مني شوي الكوافيرية لأنه شغلهم رح يخف، بس هيدي الحقيقة، كل صبية أو سيدة صارت هي الكوافيرز. معنا بالاستوديو ثلاث صبايا اوريدي بلشوا يملسوا شعراتهم بهالإنستايلر، رح أتوجه لعندهم تشوف وين صاروا وشعراتهم كيف صار موديلهم. هاي صبايا، ما أهضمكم قاعدين تمليز. قديش بتحبوا الليس ستيسي؟ قديش عن جد بتحبي شعرك يكون ليس؟ انت شعرك شكله بنوبر شوي. مزبوط، كثير بيعذبني شعري قد ما بضل منوبر. سو انستايلر هي الحل. مزبوط. ايه مش غلط ابدا، موديل فرشايه عادي. ليك باتي شو سريعه وشو. لارا خبريني انت شو ماشي حالك كمان بالفرشايه؟ يعني انه انا شعري فريزي. انت هلا شعرك طالع من الحمام وهالقد في طعجه؟
ايه انا مثلا رحت عند الكوافير تيصير هلا قد تعجي. لا لا هو فيه تعجي يعني فريزر. اوكي سو بدك ان ستايل اكيد انه بنتعرض كثير للغسيل بالجمعه 3-4 ايام فانه أكيد. مش براتيك نروح عند الكوافير. باتي انت شعرك اطول شعر بس انه مقلعه هلا انا حبيتها اكثر شيء لانه براتيك يعني. انا رح اترككم تكملوا شعراتكم لانه بعتقد بدهم شويه وقت. مع هالفرشاية البراتيك إن ستايلر وسهلة الاستعمال صار فيكي وين ما كنتي مثل ما سمعتوا من باتي تاخديها معك إذا كانت بالبيت بالجيم رحتي على البحر سافرتي يعني عن جد إلنا كتير سهلة صار معك صالون متنقل. إن ستايلر ما بتحرق أبداً الشعر ولا بتقصفه يعني بتحافظ على نوعيته مثل ما كلنا منحب لأنه حرارتها موزعة مثل ما ملاحظين. هلا أنا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة غير فراشي بيقعوا كتير متينين وما بيقعوا أبداً. يمكن تلاقوا على نسق إن ستايلر بالسوق مثل هالفرشاية بس كونوا أكيدين مش مثلها أبداً. الرقم قدامكم على الشاشة 81-218-ألف. خدوا موبايلكم هلأ واتصلوا فينا لتحصلوا على إن ستايلر ب$60 وين ما كنتوا بلبنان وبحيلا منطقة عم تحضرونا ب48 ساعة بس توصلكم إن ستايلر على نص البيت من دون أي كلفة إضافية ومن خلال ليبان بوست. رح عرفكن اليوم على الكريب بارفيت. في حدا منا ما بيحب الكريب؟ صبع الترويقة على الغداء على العشاء ديسير سناك يامي أطيب شي الكريب. هلا ناس بتحب كريب سالي وناس بتحب كريب سكري وفي ناس مثلي بيحبوا اثنين. كريب بارفيت مثل ما اسمها بدل تطلع معك الكريب بارفيت. حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بدكن كمان. ما في لزوم تكون شيف أو ست بيت شاطرة صار فيك أنت مسيو تعمل كريب للولاد أو الولاد هن يعملوا كريب لأهلهم. هالمقلي ما بعرف إذا فيي سميها مقلي بس هي أكيد مقلي عجيبة مقلي براتيك مقلي أوريجينال سموها مثل ما بدكن. شكلها جديد مش معقول تلزق أو تحترق العجينة عليها. قد ما قلكن عنا غير ما استعملها قدامكن رح نجرب أصلاً بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين بتحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها باي ذا واي. بنحط عجينة الكريب ننطر شي 5 ثواني اوكي ومنقلبها من دون ما نحط ولا زيت. هيكو شو حلوة من دون ما نحط ولا زيت ولا زبدة. كلنا بنعرف قديه بيضره للصحة وقديه بالمقلي بنقعد ساعة بنعملها لتطلع مرتبة. بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة بثواني بتخلص وبتصير جاهزة للأكل. ولحق على كريب إذا فيك بس إذا نصحته ما تحطوا الحق علي أهين شي تقدر تعمل صرت كريب ببيتك. ما بتصرف كهرباء لأنها وفيرة الكواليتي تبعها توب. ولا تصير عندكم بمطبخكم تتصلوا هلأ على الرقم يلي عم يقطع على الشاشة 81-218-ألف وطلبوا هالكريب بارفيت ب$50 بس بحيالة منطقة كنتوا بلبنان عم تحضرونا وب48 ساعة بس من دون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست بتحصلوا على الكريب بارفيت و1000 صحتين. هلأ خليني جرب قلبها أنا وهون إذا بعد عندي وقت. هلأ هول الكريبات بصراحة عملناهن قبل ما نطلع على الهواء ما رح زعبر أكلنا منهن بس إنه طالع عبالي إنه خلص العجينة منيحة صارت بتجنن وهيدي العجينة قدامكم أندو ليكو بأي سهولة قدرنا نقلبها. هلأ بهالطريقة أول ما نقلبها فيكن تحطوا هي وسخنة لأنه هون كأنها مثل المقلب بتحطوا الجبنة والجامبون بتسوح بتصير هيك بتحطوا الشوكولا والبنان بتسوح بتصير هيك وبترجعوا بعدين تقلبوها على الصحن أوكي أندو وليكو بأي سهولة بتخلص الكريب وبتصيروا واحدة ورا التانية منحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة أندو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي. كل يوم برودويات جديدة نقيناها خصيصاً لضرد كل أذواق المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوبينج أكيد بالتعاون مع تي اف ا. إلى اللقاء.